السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الأحد 9/5/2020، الجو كما ترون جو مطير والجو غائم، وأنا لبس ملابس دافئة لأن لازال برد، لكن مع هذا تحمست أشوف نتيجة تغذيتي للنحل بالمحلول السكري. قبل 3 أيام جئت ولأول مرة قمت بتجربة وضعت المحلول السكري في أكياس، وهذه تجربة جديدة بالنسبة لي. لم يسبق لي أن غذيت النحل هكذا بالأكياس البلاستيكية، فقبل 3 أيام قمت بهذه التجربة والآن أنا متحمس جدا أشوف النتيجة. الحقيقة في جو المطر لا ينصح أبدا بفتح الخلايا، لكن أنا متحمس جدا أريد أشوف النتيجة، وهل استهلك النحل هذا المحلول السكري أم بقي منه أم لم يعجبه. فالآن راح أفتح الصندوق أو أفتح الخلية بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. النحل مقبل على هذا المحلول السكري، مقبل جدا عليه، لكن للأسف الشديد الكيس كان أغلق الفتحة، فالنحل ما استطاع يطلع ويتجمع على الكيس، لكن مع هذا في نحل وما باقي منه الكثير الآن، لأن الكيس كان مغطي هذه الفتحة. طبعا هذا خطأ مني، والكيس ما كان من النوع السميك، نعم، لكن احتمال كبير أنه إلى الغد راح يستهلك كل هذا المحلول السكري. هذا كان 1:1، يعني لتر ماء إلى كيلو سكر، أو كيلو سكر مع لتر ماء وضعته في هذا الكيس. لأنه مطر راح أغلق عليه، وهنا بسم الله. والآن أريد أن أرى الخلية التي جنبها أيضا، هكذا بسرعة راح أفتح عليها. هذا الكيس البلاستيكي كان من النوع الناعم، المفروض يكون النوع شوية أقوى أو أقوى قليلا. بسم الله. هذا ما أستهلك منه إلا القليل.
هذه أول تجربة لي فأتحمست كثير أشوف النتيجة. راح افتح ثقب اخر في الكيس طبعا الجو جو مطير كما تشاهدون وهذا الجو المطير يستمر على الأقل أسبوع فخلال هذا الأسبوع يجب أن نغذي النحل لأن النحل لا يطلع للسروح. هذا ما قدمته اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.